السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبراتو تملكاتو تشاتشن اندمن اللاتو اندمن سنبتاتو سلا فلسطين تاريخ ياوران انه كفل هولتني جلاتو متشالو ببالفو كفل لاي اندستو علاتو يا فلسطين جغرافياوي اكامامتوا مني مثل نبرا بلنال افريكان ايجان النا اوروباني متاجنن محل لاي يالتش هاجرنش بلنال اندزيو دمو باند بكلوا بالبحر المتوسط اندو ميترانيان سي بتلي غزان يغزا ساحل هونو يمناغنيا وينم دارشا هونو يمناغنيا وسونو زاري انجدي يمنوارو انديهم دمو سابات تللك كتموتشوال لمايت موكرنا زاري يمنايو المكانة الدينية لفلسطين والقرس والمسجد الأقصى يميل يهونا فلسطين قرس ان مسجد الأقصى ኛጋ ያላት ወይም ደግሞ በአጠቃላይ እንደ ሃይማኖት ያላቸው ደረጃ እንደ ሃይማኖት ስንል እስልምናንም ኮንሲደር ልታደርጉት ይችላልላችሁ ክርስቲያናንም ይሁዲያንንም ወይም ደግሞ ይሁዶችም ዘንድ ያለውን ቦታ ለማየት ወዳለሁኝ በዚህ ክፍል በመጀመሪያ ደረጃ በቁርአን ውስጥ ያላትን ደረጃ እስኪ እንይ ፍልስጤም بما فيها القرص والمسجد الاقصى ማለት ነው الله سبحانه وتعالى يتلاي بوتالاي فلسطينن اندزيهم سفاسيل دغمو شامن اندزيهو دمو طببسيل دمو قدسن بتلاي ياغاطامي امو كاشتواتال كنزي مكاكل الله جل وعز في سورة الإسراء من النال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير للنال الله سبحانه وتعالى السو ترات يتجباو جيتانو يا أسرى بعبده بارعون إسراء يعدرق يهونا ودى سماي يوسد يهونا ليلا من المسجد الحرام ككعبة مالتنا مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ودى مسجد الأقصى إسراء يعدرق يهونا مالتنا عفوا أسرى مالت كمكة ودى بيت المقدس وينم رقمو ودى بيت الأقصى ودى مسجد الأقصى يتدرق جزو إسراء إبالا كزيهن دقنا دمو ودى سماي የተደረገው ጉዞ ደግሞ ሚዕራጅ ይባላል ማለት ነው እሱ ነው ባሪያውን ረሱላችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የወሰደው ጌታ እሱ ጥራት ይገባው ይያለ ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያ መስጂድ አልአክሳ አለዚ ያ መስጂድ አልአክሳ ባረክና የባረክነው የሆነ حوله ዙሪያውን የባረክነው የሆነ لنريه من آياتنا رسول صلى الله عليه وسلم ينيان تلالك تأمراته للناس أيهو يالاتشون رسول إنه الله هو السميع البصير أيتنا سميهنا جيتانا إلى النار سلزي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بلو باركنا حوله بلو دمو بزي ملكو مسجد الأقصى النازوري عبادتك علي يتبارك اندهونا ينقر النوم على ثم يتباركون قد يبتلي أيينو كفلقن بمي بلاهم بمي تتعوم رخاء أدرقو تعالى الله سبحانه وتعالى مريتونم تربا عبادتك علي يتبارك أدرقو تعالى قد يتبارك يميلو بتقام بزوت رقوامي وچن يزال مالتنو بل إلام الله سبحانه وتعالى من بلوال لا على لسان موسى عليه السلام من بلو نقر النال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين نبي الله موسى عليه السلام كقبس بوتو جيزينا ودى قدس ويمدمو ودى فلسطين بميقابو بات جيزي يهن النقر تناقرون دنبرة الله جل وعز بقرآن لاي أسكمتو للنال منالو يا قومي نانتهزبو تشهوي ودخلوا الأرض المقدسة يتشي قدستي هون اتشين حاجر قبوات انقدي فلسطين انقرسنو قبوات إيالو يالو التي كتب الله لكم الله لن أنت يزعف اللاتو يهونة چن كتما قبو ألواتو ولا ترتدو أتملسو على أدباركم بجرباتو فتنقلبو خاسرين كساري وشتهون اللاتو هن ألواتو نقرق النبي الله موسى اندت رترتم انقلبو على أدبارهم خاسرين انديت انقبال لن وإنا لن ندخولها انيان ديت چن كتما انقباتا لن جبابي راو چالوكو انياك أميل لن ميال
እያሉ ከዚህ የቁርአን አንቀጽ ቀጥሎ የሚመጡ አያዎችን በደንብ አጥኗቸው እንዴት ይخلፉ እንደነበረ ነብያቶቻቸው ማለት ነው على كل حال محل الشاهዳችን ምንድነው ያ قوم يدخلوا الارض المقدسه ብለው ጠርተዋታል ማለት ቅድስት የሆነችዋን ሀገር ግቡ ብለው ጠርተዋታል በሌላም الله جل وعز يا سيدنا ابراهيم عليه السلام የሳቸውን ቂሳ በሚነግረን ጊዜ ምን ብሏል وارادوا به اي بنبينا ابراهيم بنبي الله ابراهيم عسبوا كيدا مدفو النجر عسبوا يلال فجعلناهم الاخسرين ككساريوچ አደረግናቸው ونجيناه نجا አወጣናቸው ማ ነብይ الله ابراهيم ولوطا لوطንም እንደዚሁ الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ያቺ ወደ ባረክናት ወደ ሆነቸው አመሬት ነፃ አወጣናቸው ነብይ الله ሉጥንም ነፃ ወጣቸው ከቆሞቻቸው ያን ያህል ከፍተኛ ችግል ይደርስባቸው ሲል ነብይ الله ኢብራሂምንም ከዛ ከእሳቱ ቃጠሎ በኋላ ሊገሏቸው ባሰቡ ጊዜ ያ ናሩ ኩኒ በርደን ወሰላምን አላ ኢብራሂም ብሎ ከዚያ በኋላ ወደዚች ሀገር ሂጅራ እንዲያደርጉ አደረገን መሐለ ሸሂዳችን الى الارض التي باركنا فيها نبي الله ابراهيم بقطت امتهو يتنا يعرفوت خليل يتبالو ياو ببالفو بروجرام لا اندايهنو እዛ ነው ፍልስጤን ውስጥ ነው የገቡት ማለት ነው በቁርአን ይሄን ያህል ደረጃ ኖሮት እናገኛለን ፍልስጤንን ማለት ነው በሐዲስ ምን ያህል ደረጃ እንዳለው ደግሞ እንመልከት እንግዲህ ወደ ሐዲስ በመንመጣበት ጊዜ ቂብለቱል ሙስሊሚን አልኡላ የሙስሊሞች የመጀመሪያ ቂብላ ነች ሙስሊሞች ወደ ካዕባ ዞረው ከመስገዳቸው በፊት ለ16 ወራት ወይንም ለ17 ወራት ወደ ቤተል መቅዲስ ዞረው ሰግደዋል ሰሃበቱል ኪራም ማለት ነው መጨረሻ ላይ ነው ፈወሊ ወጅሃከ ኢለል መስጂድል ወደ መስጂደል ሐራም ፊትህን አዙር ተብለው በተታዘዙ ጊዜ ያኔ ነው ወደ መስጂደል ሐራም ፊታቸውን ያዞሩት ማለት ስለዚህ የመጀመሪያ ቂብላችን ነሽ ማለት ነው ማን ፍልስጤን መስጂደል አክሳ ሁለተኛ فيها ثاني مسجد وضع في الارض بمريت يمجمريا كتسراو حرم مكه قتلو ሁለተኛው حرم مسجد الاقصى ነው ማለት ነው ስለዚህ مريت كتفطرች ጀምሮ يمجمሪያው بيت حرم المكي ነው ሁለተኛው ደግሞ الحرم القدسي ነው ማለት ነው بيت وينም مسجد الاقصى فعن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انت الله ملكتني الكواچ على سيدنا ابو ذر الغفاري اي مسجد وضع في الارض اولا يمجمريا مدر لا يتسراو مسجد من نو بيتيقواچ على قال يا الله ملكتني من بلو ملسو المسجد الحرام مسجد الحرام كعبانا وقالوني على قال قلت ثم اي كزياس بيتيقواچ على قال المسجد الاقصى مسجد الاقصى ነው አሉኝ قلت كم بينهما በመካከላቸው ምን ያህል እድሜ ነው ያለው በየስጠይቃቸው قال 40 سنه 40 አመት ያህል ነው ጋፑ አሉኝ رواه البخاري امام البخاري ዘግበውታል ማለት ስለዚህ የ40 አመት ያህል ብቻ ነው ልዩነታቸው ማለት ነው so ሁለተኛው ክብር ያለው ቅዱስ የሆነ مسجد ያለባት ሀገር ነች ማን ፍልስጤን ሶስተኛ الى المسجد الاقصى تشد الرحال ود بيت المقدس ወይም ደግሞ ود مسجد الاقصى ጓዝ ተጠቅሎ የሚከድባት ሀገር ነች ማለት ነው ለምን በውስጧ مسجد الاقصى ስላለ ማለት ነው فقد ثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد قواس تتأكلو بركة تفلقو ማለት እዛ ውስጥ ሶላት በመስገዳችን ምክንያት የተሻለ በረካ ተፈልጎ አይከድም አሉ ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወደ 3 መስጂዶች ሲቀር እንጂ አሉ አንደኛ አልመስጂዱል ሐራም ወደ ካዕባ ነው ሁለተኛ ወልመስጂዱል አክሳ ወደ ፍልስጤን ነው ሶስተኛ ወመስጂዲ ሃዛ መዲና ነበሩ ይሄንን ሐዲስ ይናገሩና ወደዚህ መስጂድ ነበዊ መዲና ውስጥ ወዳለው መዲነቱል ሙነወራ ደሚገኘው መስጂድ ማለት ነው ስለዚህ ከነዚህ ከሶስቶቹ መስጂድ አንዱ መስጂዱል አክሳ ነው እሱም ፍልስጤን ውስጥ ይገኛል ማለት ነው በዚህ በፍልስጤን ውስጥ ደግሞ እንደዚሁ አጅር ምንዳ እጥፍ ድርብ የሚደረግበት መስጂድ ነው ማለት ነው ሶስት መስጂዶች አሉ እጥፍ ድርብ የሚደረግባቸው ኡጅሮች የሚበዙባቸው ካዕባ አለ መስጂደ ነበዊ አለ መስጂደል አክሳ አለ ማለት ነው
النزهين انتنوج ما يتنشلالن ليلانيو نامستنيو مقام الطائفة المنصورة الله سبحانه وتعالى اسكا قيام الساعة درس اني رداش اللهن يالات جروب يالتشو فلسطين استنو. شوفوا رسول صلى الله عليه وسلم من النسمة قال صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام يشام هاجر نواريوتشي يتبلاشو جزي فلا خير فيكم إن أنتوست إن دأمة من خير اللاتشم خير نجر تمواتو ألقوا المالتنا وعلو لا تزالوا علو لا تزالوا طائفة من أمتي كنهز بوج عندي هونتش جروب أتتأفهم مالو منصورين كل مرداتها كالنسو غاري هونو غروبو تشالو عالو لا يضرهم من خذلهم النسون خذل عدر رقاتشو يكداتشو ويمدموت أوريا زمتباتشو من ما يقوداتشو مالو من خذلهم حتى تقوم الساعة قيامة اسكمت كوم درس هلين با الله قزاسر يالو غروبو تش يالو بات حاجر نتشامالو وفي الشام فلسطين اللج وفي فلسطين غزة اللج وفيهم قسام اللما لترم أهون حديث بكتتا زمنات اللي يالو علماء بمولو إيه حديث حماس النم ملكتو يلالو مكياتو من نسوناتو حق نيزو باتك علي زكبا بي حماس بوانا نتنا ليلو تشم مقاتلوش باتك علي مجاهدو نسونو يملكتو يلالو علماء حديث مالتنو رواه أحمد وصححه الألباني سدستن يهو تلك درجة كميسات وسط مالتنا لفلسطين أرض المحشر والمنشر نج عم ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كميمونة تيزو قلت يا رسول الله أنت الله ملك تنياهو يبيي تأيكو انتلالج أفتنا في بيت المقدس سلا بيت المقدس سلا مسجد الأقصى وينمدمو سلا قرص باتك علي اسكي فتوى يستون بيين يستون اسكي سلا سواقو داي بييت أيكو عالج قال أرض المحشر والمنشر رواه أحمد وأبو داود سوج يميك أسك أصبات مدرنج بلو تنقروا رسول صلى الله عليه وسلم مالت دنيا بميالك أبت جيزي كموتن بوهالا اندادس انك أسك أسال لنا رلم يعني منك أسك أسو فلسطين مدر لينو مالتنو يعني منك أسك أسو يه تلك هنا كبر اندي نورات عدرقواتال مالتنو يتلي أيو حديثوش تلي أيو قرآنوي آناك استوش يميا سايوتم تاريخم يميا ساين فلسطين مدر جيكبت أم تلك هنا درجة اندالاتنو يمنك نزبو مالتنو فلسطين مسلموه زند إهن هال درجة اندالات بقرآننا بحديث لما يتموكرنا النزيه توسنوتن قرآنوينا حديثاوي آناك استوشن بچانو يا يينونجي جيكبت أم بركاتانا چو أهن دمو اسكي كيهودوش زند يالاتن درجة انم ملكت يهوديانوش ببلوي كيدالاي اندتك أمت اللات چو وين دم يعمنوبت وانا يتاريكاتشن مات انتانيانات بلو يامنالو الأرض الموعودة ويمدقمو قالي تقبالن مريتاتشن نش بلو يامنالو مالتنو يهي ما نوتاتشو وانا من نشا الزيانو بلو يامنالو وبها حسب زعمهم مركز مقدساتهم الهيكل المزعوم يا سليمان هيكلم يا سليمان جنبم الزهو فلسطين وستنو يعلو بلو يامنالو بتلي قرسنا خليل لاي مالتنا ياو خليل يا نبي الله إبراهيم قبر يعلو بتم جمر سلهونا عليه السلام زنا قرس كتما دقمو ياو يا نبي الله سليمان تلك كتما سلنبرا زي لاي نبي الله سليمان رولن يهيدو تلك هنا هيكل جنب على الليل علو يعني جنب بما فلق لا يسكون درس إن قدي يواجهرو يجيني علو مالتنو هنا المكنيات بما درج أيها الإخوة قرصن قرصوس طويل مدمو مسجد الأقصى زوريون بتأم لكفتن يا دجا بمية قلت أو ملكو يتلاقيو كمريت بتاج كفاروتشن كفروال مكنياتاتش من دنو يلالو يا هيكل يا سليمان هيكل لما فلقنو يلالو نا اني تايم يهونا متأنين يهونا يا مريت من قد بيكسات ويمدمو عندهم تدرمسو مسجد الأقصى
at any time ልናት አው የምንችልበት ተጨባጭ ነው ያለው لا سمح الله الله አያድርገውና ማለት ነው ኦልሞስት ከስሩ በሙሉ የተለያዩ አንፋቆችን በመቆፈር ተቦርቡሯል ማለት ነው ያው እንደ ምክንያት የሚያደርጉት የታሪካዊ ግንባችንን እንደውም ሱራ ሁሉ አስቀምጠውለታል እዚህ ቪዲዮ ላይ ከታያችሁ ይሄንን የመሰለ ሃይከል አለን ብለው ያምናሉ እኛ እሱ ሃይከል እንግዲህ የተለያዩ የታሪክ ተመራማሪዎችም እንዳረጋገጡት በፍጹም ይሄ እናንተ የምትሉት ኢቭን ራሳቸው ይሁዳኖችም ከፊል ይሁዳኖችም በፍጹም ይሄ የምናስበው ነገር እዚህ ቁርስ መስጂድ ዙሪያ ላይ የለም የሚል ነገር ቢናገሩም ግን እንደ እስራኤል ደውላ ግን ከፍተኛ የሆነ ፍለጋ ላይ ነው ያሉት እስካሁን ድረስ ማለት ነው እሱን ለማገኘት ሌላው ነሳራዎች ዘንድ ነው ክርስቲያኖች ዘንድ ደግሞ እንደዚሁ ትልቅ ቅድስት ነች ብለው ያምናሉ ለምን ነብዩላህ ኢሳ አለይሂ ሰላም ተወልዶባታል ብለው ያምናሉ እዛም እነሱ እንደሚሉት ተሰቅሎበታልን ብለው ያምናሉ ከኒሰቱል ቂያማ የተሰኘች ቤተክርስቲያንም አለቻቸው በኋላ ኢየሱስ ይነሳባታል ዳግም ብለው የሚያምኑባት ቦታ ነች እኛ ሙስሊሞች የምናምነው ወማ ሰለቡ ነብዩላህ ኢሳን አለይሂ ሰላም በፍጹም እነሱ እንደሚያስቡት ወግረውት ቀጥቅጠውት ገለውት ሰሊብ ላይ ወይም ደው መስቀል ላይ አልሰቀሉትም ብሎ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ የነገረንና በዚህ አናምንም ኦፍ ኮርስ ነብዩላህ ኢሳ መጨረሻ ወቅት ላይ ነገሮች ሁሉ ፈሳድ በበዛበት ጊዜ ያኔ እንደሚመጡ እናምናለን እኛ ሙስሊሞች እነሱ ግን ተሰቅሏል ብለው ያምናሉ የተሰቀሉትም እዚሁ ቦታ ነው ብለው ያምናሉ በዚያውም በ قيامة بتسنيتشوا كنيساتشو وينم چرچاتشو تقبروال بلو يامنالو مالتنو اندازي هو دقمو ودازي ودامي سكالو بتبوتا بميهيرو بتجيزينا مسيح عليه السلام طريق الألام የህመም መንገድ ብለው የሰየሙት ሻሪዓላቸው ሮማውያን ይሁዳኖች ናቸው በነገራቸው ላይ ይሄንን ከፍተኛ በደል ያደረሱት በነብዩላህ ኢሳ አለይሂ ሰላም ላይ የሮም ግዛት በነበረበት ጊዜ እነሱ ናቸው ይሄንን ያህል ከፍተኛ እንትን ያደረሱት ሶ ሳቸው ከነበሩበት ወደ ከኒሰቱል ቂያማ የሄዱበት መንገድ በሙሉ እስከ አሁን ድረስ የተለያዩ ሃይማኖታዊ እንትኖችን ያደርጉበታል ጠሪቁል አላም ወይም ደግሞ የህመም ሳቸው የተቀጠቀጡበት የተሰቃዩበት ሻሪዕ ወይም ደግሞ መንገድ ብለው የሰየሙት አለ እሱም እዛው ቅድስናን የተጎናጸፈ ጎዳና ብለው ነው የሚያምኑበት ማለት ነው እንግዲህ እነሱ ከሚያምኑባቸው ከተሞች ወይም ቅድስናን ከሚሰጧቸው ከተሞች መካከል በይቱ ለህምና ናሲራ የተሰኙ ሁለት ከተሞች አሏቸው ማለት ነው እኛ ሙስሊሞች ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአንም እንደነገረን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸውም እንደነገሩን ፍልስጤም በአጠቃላይ የኛ የሙስሊሞች ነች ብለን እናምናለን ማስረጃችን ምንድነው ማስረጃችን በጣም ግልጽና ግልጽ ነው እኛንን የነዚህ ነብያቶች የነብዩላህ ኢሳም ይሁን የነብዩላህ ኢብራሂምም ይሁን የነብዩላህ ዳውድም ይሁን የነብዩላህ ሉጥም ይሁን የነብዩላህ ሱለይማንም ይሁን የነብዩላህ ሙሳም ይሁን ሁሉም ይችን ሀገር የረገጡ ነብያቶች በሙሉ ያረገጡ منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك الله ينجرن نبياتوچ አሉ ያልተነገሩንም አሉ የነዚህ ሁሉ ህጋዊ ወራሾች እኛ ሙስሊሞች ነን ብለን እናምናለን ማለት ነው ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያጎናጸፈን ታላቅ የሆነ ስጦታ ነው ይሄንን ስለምናምን ነብዩላህ ኢብራሂም እነሱ እንደሚሉት ማካነ ኢብራሂሙ يهوديًا ولا نصرانيا እነሱ እንደሚሉት ክርስቲያንም አልነበረም يهودም አልነበረም ولكن كان حنيفا مسلما قد يالا لا الله سبحانه وتعالى راسنا صلف ويستا مسلم نبر حنيفا مسلما مسلم مالت لا الله جل وعز راسنا صلف ويستا مالتنا ለዚህ እነሱ እንደሚቀጥፉት አይደለም ማለት ነው ሰው እነዚህ ነገሮች እንደተከሰቱ እናምናለን ነብዩላህ ሙሳ እንደገቡ እናምናለን ነብዩላህ ኢብራሂም እንደገቡ እናምናለን ነብዩላህ ሉጥ እንደገቡ እናምናለን ነብዩላህ ሱለይማን ትልቅ ታላቁን ሙልካቸውን እዛ ላይ እንደገነቡ እናምናለን እነዚህ ሁሉ ግን የይሁዳኖችም ሳይሆኑ የክርስቲያኖች እንደሚሉት ነብዩላህ ኢሳ ተወገረ ተሰቀለ እንደሚሉት እዚያው ተወልደው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደሱ የወሰዳቸው መሆኑን
النامن علن تكلن يا وراشوتش من يانن بلن النامن علن ساتشو عملك سايهونو فتورنا يتكبرو نبي سلهونو مالتنو سلزي سوستو تشو هايمانو تجزند اندي هاينت كرس علات فلسطين لمالت يهلنو مالتنو بكتاي سوستن يوك فلاي سنجنن فلسطين كاسلمنا بفيت من تمسلنا برا يميلون يمنك اتلو يميهونو يزاريون بروغرامين الزيلاي اجرسال لهن اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في غزة اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.